الإخوة الكرام، السلام الله عليكم. كنتمناكم جميع تكونوا بألف خير وعافية إن شاء الله. شكرا جزيلا لأول من سجل جيم لهذه الحلقة، شكرا جزيلا، فخور جدا بتفاعلكم إخواني الأعزاء. كيف كتلاحظوا في عنوان حلقة اليوم وكذلك في الشريط على مر أسفل هذا الفيديو، كيتعلق الأمر وبظاهرات الاعتداءات المتكررة على رجال الأمن والسلطة، ضباط الأمن، رجال الشرطة صغارا وكبارا، القياد، المشاوات، كل شيء. ولينا كنلاحظوا واحد المجموعة من الأخبار انتشرت في الآونة الأخيرة واللي كتهضر على تعرضهم للاعتداءات بمناسبة أداء الواجب المهني ديالهم. الإخوة الكرام، كنتمناكم تساهموا معنا بالتعليقات ديالكم. كيف قلت لكم، كنتمنى دائما من الإخوان يتفاعلوا معنا بالتعليقات، بالبارتاج والمشاركة، وهذا هو أفضل دعم لهذه القناة. تلاحظون معي إخواني الأعزاء، الآن نبدأ أولا باش من خبر بغيتم نبدأ، نبدأ بالقضية ديال القصر الكبير. هذه الخبر يقول كما تلاحظون معي إخواني الأعزاء، هنا يقول تعنيف قائدين بالقصر الكبير، ماشي غير واحد، هو جوج ديال القيادة عباد الله اللي تعرضوا للعصا والهرماكة. وهذا الشيء علاش كتبت بهذا العنوان ديال حلقة اليوم. واش المخزن عباد الله ولا كيتصوت؟ كيتصوت بالعصا، يعني المصويطة. إلا ولا المخزن كياكل العصا، اش نقولوا حنا المغاربة؟ واش نقولوا حنا الشعب البسيط؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كتشوفوا هنا محمد أول تعليق على هذا الموضوع كيقول لا يجب التساوي مع بحال هاد النماذج، إنهما أي القائدين المعتدى عليهما يمثلان الدولة وهيبتها. هنا كاين شريط الفيديو ما غاديش نقدر نعرضه كامل بحكم أن كاين قيود من طرف اليوتيوب والفيسبوك، لهذا السبب غادي نحاولوا نتفاداو الصوت أو بعض المشاهد التعنيفية. تلاحظون معي هنا مواطن يلتقط هذه المشاهد ويوثق لها بهاتفه المحمول، وهنا تظهر هراوة، ماشي هراوة عفوا، هذه بالة ديال تبنيت، وبهذه البالة القائدين كلاو العصا عباد الله. واش نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. واش نقول لكم أخوتي؟ كيقول الخبر بأن جوج ديال القياد بالمقاطعتين ديال القصر الكبير تعرضوا اليوم السبت الاعتداء وصف بالخطير من طرف ثلاثة ديال الأشخاص، وهذه الأشخاص، وهذه مصيبة كبيرة وعظمة، كانوا متلبسين بنقل رمال مسروقة على متن مقطورة يجرها جرار، يعني اش كيقولوا لي هذا الجرار؟ هذا تراكس ولا ماشي تراكس، جرار وصافي. المهم اللي عرفه يكتب لي إخواني في رقم التعليقات، بغيت راني عارف المصطلح ديال الاسم ديالو بالدارجة ولكن والله ما قلت عليه. حسب مصادر محلية واللي هي اللي وثقت لهذا الاعتداء، فالقائدين ديال الملحقتين الإداريتين الأولى والسادسة تمكنوا من ضبط المتورطين في هذه الجريمة، وهم بصدد سرقة الرمال عندما كان القائدين في جولة تفقدية أو ربما شي مقدم أو عون سلطة من الأعوان هو اللي بلغهم بهذا الشيء، على مستوى منطقة طريق ولاد والشيح سيدي اليماني وتطوان. المصادر كتقول بأن المعنيين هما ماشي معنيين، هما مجرمين، خاصهم يتعتقلوا ويتحاكموا وتنزل عليهم أشد العقوبات. هذا ميساج كنتمناه يوصل لسعادة القاضي اللي غادي ينظر في هذا الملف. كتقول المعلومات بأن المعنيين راه خوتي الأعزاء، راه باش الدولة هي كلشي، راه المخزن إلا كان كيتصور كيف قلت لكم وكنعاودها دائما، واش غادي يقول الشعب المغربي؟ واش غايقولوا البسطاء من الناس؟ راكم كتشوفوا واحد المجموعه من المظاهر اللي تنامت في الاونه الاخيره، ما كاين عاد الضرب، ما كاين عاد التفرعين، بنادم فرعان كثر من القياس. المهم كيقول الخبر بان المتورطين في هذه الجريمه عمدوا الى تعريض القائدين بعد ذلك لاعتداء خطير بواسطه مجارف وهروات، الباله والزرابه، قبل تدخل عدد من المواطنين، حيث تم القبض على اثنين من المعتدين في حين فر الثالث لوجهه مجهوله، علق عارف راسو محمد رمزيان، في حين تم نقل القائدين الى المستشفى، يعني راه القضيه فيها ضرب وجرح، لتلقي الاسعافات الاوليه، بينما تم وضع الموقوفين، يعني ذوك الجوج اللي تشدوا، راه مازال البحث جاري على الاخرين، تم وضعهم رهن تدابير الحراسه النظريه
بتعليمات من النيابة العامة إلى غاية استكمال التحقيقات.